السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد ترتيب إجراء العمليات الحسابية الرياضية. لازم عشان أعمل العمليات لازم أخد بالي من شوية حاجات الأول قبل ما أشتغل. إيه هي أول حاجة؟ لو أنا عندي أقواس، طيب أي أقواس وخلاص؟ لا، أقواس داخلية وبعدين الخارجية. الأقواس الداخلية مثلا بيبقى كده، دي اسمها اقواس داخليه، والقوس الكبير اللي بره ده الاقواس الخارجيه. انا بعمل القوس الداخلي الاول وبعدين القوس الخارجي. تاني حاجه باخد بالي منها حساب القوه. يعني ايه القوه؟ يعني الاسس، لو في اسس بعملها الاول. يعني انا لو عندي 2 اس 3 اجيبها الاول تطلع ب 8، وبعد كده اشتغل بقيه المساله. بعد كده عندي الضرب والقسمه، برتبها من اليمين لليسار. يعني ايه؟ يعني جه الاول، من انا بادئه المساله من اليمين، جه الضرب الاول بضرب الاول، جه القسمه الاول بقسم الاول. كده كده بشتغل ترتيب العمليات دي. الضرب والقسمه يعني ايه؟ من اليمين لليسار، يعني اللي يجي قدامي الاول، اللي جه الاول. وبعد كده اخر حاجه خالص بجمع واطرح، برضو لو الجمع جه الاول بجمع الاول، الطرح جه الاول اطرح الاول. طيب ناخد بقى مسائل ونشوف. احسب قيمه كل من تعالى نمشيها بقى بالراحة واحدة واحدة. أول حاجة مش هروح جايب المسألة كده ماشيها كده من الأول. أول حاجة عندي الأقواس، مفيش قوة، هقول 3 زائد 6 في 5 و4 9 على 3 سالب 7. طيب أدي أول حاجة الأقواس. بعد كده هعمل إيه؟ هجمع؟ لأ، همشي الضرب والقسمة زي ما هو ماشي. هيبقى 3 زائد 6 في 9 ب 54 على 3 ناقص 7. بعد كده هجمع؟ لأ، عندي قسمة، هقول 3 زائد 54 على 3 فيها 18 ناقص 7. بعد كده بقى أجمع وأطرح زي ما أنا عاوز، 3 زائد 18 21 ناقص 7، هيطلع في الآخر 14. نشوف واحدة كمان، 4 في 7 ناقص 3 أس 2. هعمل ايه؟ هقول 4 في 7 ماشي 28 ناقص 3 أس 2 ب9 تطلع 28 ناقص 9 يطلع 19. عملت 3 أس 2 الأول وبعدين ضربت، مفيش مشكلة. نشوف مسألة كمان، 9 4 أس 2 على 2 أس 2 في 3. امشيها يا ريت خطواتك بالراحة عشان تقدر تعمل اللي انت هتمشيها الخطوات. اول حاجة هنا مفيش اقواس داخلية، هعمل القص 4 أس 2 هيبقى 9 في 4 أس 2 ب16 على 2 أس 2 4 في 3. امشي من اليمين، 9 في 16 144 على 4 في 3. ما تقولش انا هضرب 4 في 3، لا انا بمشيها خطواتي. بعد كده 144 هقسمها على 4 تطلع 36، 36 هضربها في 3 تطلع 108 في الآخر. وممكن أتأكد من الآلة بالآلة الحاسبة تحت. ناخد واحدة كمان، 2 قوس داخلي وفي 2 قوس خارجي. أول حاجة القوس الخارجي زي ما هو، ادي 4 سالب. هعمل القوس الداخلي الاول، 5 ناقص 2 يطلع 3. عندي بعد كده 4 سالب 3 يطلع 1. عندي 2 في 3 زائد، طيب تعالوا نشتغلها. اول حاجة نشتغل كده بالراحة في المسألة كده الحاجات اللي مقابلاني. 2 أس 3 ب8 زائد، ادي القوس 4 زائد القوس الداخلي الاول، 2 ناقص 1 1 هتبقى 8 زائد 4 زائد 1 5، 8 و5 كام 13. وكده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاع ترتيب العمليات الرياضية.